السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم بارك وصل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم في قناة المطبخ أحلى مع الشروق، وكل يوم حلقة جديدة ووصفة جديدة، يا رب يكون بتنول إعجابكم. لو لسه أول مرة تشوفي قناتي، اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس واختاري كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. وما تنسيش اللايك وشير الفيديو لكل اصحابك وحبايبك، وخلوهم يشتركوا في القناة ويشجعوني. النهاردة ان شاء الله معنا وصفة حلوة جدا هنعملها مع بعض، مهيش مكلفة قوي وهتعجبكم بإذن الله. يلا بينا على الطريقة والمكونات. وهنعمل حلو البسكوت على البارد. معايا هنا 6 بواكي بسكوت النوع اللي تفضليه وتحبيه، ومعايا كوب سكر خشن حبيبات، ومعايا كوب حليب، 3/4 كوباية كاكاو خام، 6 مكعبات شوكولاتة غامقة او 100 جرام لو انت عندك الجرام، ومعلقتين زبدة. هنبدأ هنا نكسر في البسكوت، هنكسره مش هنهرده مش هننعمه، انا عاوزاه قطع خشنة. تمام، يعني هتاخدي البسكوتة كده على 3 وتكسريها كده، ما تنعمهوش قوي علشان يبقى معاكي القطعة كده شكلها حلو وانت بتقطعيها. هتعملي كل الكمية اللي معاكي بنفس النظام، تقطعيها كده خلاص. وبعدين هنحضر بقى اي اناء عندك، اي حل طبعا ما تفضلي، هتحطي الكاكاو وهتحطي السكر والحليب على بعض وتقلبيهم، تخلطهم كويس جدا لغايه ما الايه الكاكاو يدوب معاكي. هتروحي ترفعهم على النار وهتبداي في التقليب على طول، ما تسيبيهاش. بعدين ما تبدا تسخن معاكي هتنزلي بالشوكولاته وهتقلبي لغايه ما الشوكولاته هتسيح مع الايه مع الكاكاو والحليب والسكر. اخر حاجه بنضيفها هي الزبده، اخر حاجه بتضاف الزبده بتديها لمعه حلوه. دي اهو ضفتها اهي، ما تقعدي تقلبي كده لغايه ما تغلي معاكي، هتبدا تغلي تقوم انت طافيه خلاص. هتسيبيه يبرد خالص معاكي، وبعدين هتضيفي تاخدي 3/4 الكميه اللي معاكي هتقلبي بها البسكوت، بس ما تحطوش وهو سخن، لازم تسيبيه يبرد عشان ما يطريش البسكوت معاكي قوي خلاص. اي طوق عندك، مفيش طوق متوفر، هتجيبي اي صينية اي قارب اي حاجة عندك متوفرة هتحطي فيها. والمرة الجاية ان شاء الله لو عملناها هنعملها بطريقة تانية وهحطها لكم في القارب بإذن الله. هنا انا حطيتها اهوت في الطوق اللي انا حطاه، وحطيت تحته طبق التقديم. هبدأ بقى ايه اسويه كده، اضغط عليها لغاية ما تستوى خلاص. سهلة جدا ومهيش صعبة ومبتاخدش معاكي وقت خالص. هبدأ بقى انزل ببقية الجناش اهوت، تقول معايا هنزل بيه وهتدخليها التلاجة لمدة 2 ساعة او اكتر خلاص. يبقى هتدخليها التلاجة بعد تخرجيها بعد 2 ساعة او اكتر. هنا اهو انا ببدأ في التقطيع، بفك كده ايه حوالين الطوق اهو، بفك بالراحة خلاص كده هيطلع معايا بكل سهولة الشكل معايا اهوت. هنجيب بقى الكريمة، دي اختياري، لو انت حابة تزينيها تمام، حابة تسيبيها كده ايه مفيش مشكلة، ده بس اللي ايه للتزيين. حطي بقى اي تزيين عندك تبع ما انت بتحبي وبتفضليه، بجد طعمها جميل جدا، هتجربوها وان شاء الله هتعجبكم. شوفوا منظرها وشوفوا جمالها، شوفوا بقى الشكل بتاع الطبقات البسكوت مع الشوكولاتة، خيال، طعمها خيال بجد، ما اخدتش وقت وبتاخد حاجات بسيطة مش مكلفة، وبتبقى حاجة حلوة عندك، وبعدين بتتباع بره بسعر مرتفع، فانت تعمليها حلوة جدا حلوة جدا في البيت اهيت. شوفوا منظرها. هنبدأ بقى في التقطيع، تاخدي القطعة بقى زي ما انت عاوزة حجمها خلاص وتقطعيها. شوفي بقى شكلها من جوه ما شاء الله كانت جميل جدا. شوفي اهي طبقات البسكوت، اخضر صوص الشوكولاتة كده ومن فوق الجناش ده، بصي حاجة كده فظيعة جميلة بجد. اهي تشوفي الكريمة
الكريمة انا عملتها علشان يعني تخف الشوكولاتة شوية، يعني ايه تاخديها ده اختياري، حابة تعملي كريمة حابة مش حابة خلاص ده اختياري ليكي، هي مش عاوزة تحطي، هي بتبقى كده طبقات البسكوت وفوق الجلاش، بس الكريمة دي اختياري. شوف ما شاء الله جميلة جميلة جدا. شوفي بقى المنظر من جوه، شوفي الجمال بقى. ودي كانت حلقتنا النهاردة، حلقة بسيطة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع المطبخ أحلى مع شروق. مع السلامة.